فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بلادي النساء يأتين إلى الحج من غير محرم غالبا، ويحتجون في بلادي أن هذا جائز على المذهب المالكي، يقول: فكيف؟ لكنه ما هو جائز على المذهب النبوي، ما يجوز هذا. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا ومع أهل محرم. والمذهب المالكي مذهب اجتهاد، يخطئ ويصيب. العبرة بالدليل، ما هي بالمذاهب والأقوال. نعم.